دونك هذا المشكل ديال هذا ديال المهنه ديالنا هو ان اليوم هذا الاضراب جاء اول مره في التاريخ بطلب من الصيادله الصيدليات نفسهم. دونك هاد الفيدراليه الوطنيه قابلتها المغرب والمركزيات النقابيه الاخرى اعلنوا عن هذا الاضراب بطلب من القاعده الصيدلانيه، لان كاين واحد الغليان في المهنه غير مسبوق، شي عمرنا ما شفناه، يعني واحد لا سيتياسيون كاتاستروفيك. زياده على هذا تعرضوا الصيادله لواحد الحمله شرسه من ناحيه هوامش الربح ديالهم، وهذا الشيء اللي وقع خلق لنا مشكل مع المواطنين، انهم كيشوفوا فين واحد النظره ماشي هي هذيك، وكل المعطيات كلها خاطئه، وهذيك الهوامش الربح خياليه، وهذا واحد خلق واحد التشنج ما بين الصيادله والمواطنين، بحال تديو لهم فلوسهم ولا هذا، الوغ الهامش الصافي ديال الصيادله الحقيقي راه هو 8%. واليوم الصيادله كيف كتعرفوا دزنا بواحد المرحله ديال الكوفيد، كنا حنا الوحيدين على الساحه اللي بقينا حالين وفي الواجهه في ايام الجائحه، الوغ كلشي كان ساد، كلشي جالس في دارو، او لي فارماسي هما دون لو ديفونتور. ما فهمناش زعما واش هذا الجزاء ديالنا اننا تعمل علينا هذه الحمله بهذا الطريق. هذا من جهه، من جهه اخرى عندنا واحد الميرش المطلبين اللي دابا سنوات وحنا كنتسناو باش يتحقق، وللاسف الشديد ما كاينش استجابه، اي سورتو دابا مع هاد لا ريفورم دو سيستيم دو سونتي اللي كاينه في البلاد لم يتم اشراك صيادله الصيدليات. سي تري غراف باسكو الصيدلي واحد المايون انكونتورنابل، يعني اي للاسف الشديد لم يتم الاشراك ديالو في هاد لا ريفورم دو سيستيم دو سونتي. بالنسبه للاجتماع اللي وقع مع السيد وزير الصحه، فعلا انه السيد وزير الصحه فتح الحوار مع صيادله الصيدليات، وهذا شيء ايجابي، وان شاء الله غادي نكملوا معاه الاشتغال في هذاك. لكن المشكل ان الصيدليه ولا الصيدله انها كتنتمي لواحد، ما عندهاش وزاره وصيه وحده، حنا عندنا تدخل ديال عدد من الوزارات، ولهذا كنطلبوا من رئاسه الحكومه ان تطرق الملف المطلبي ديال صيادله الصيدليات، لان حنا عندنا الملف المطلبي ديالنا كتدخلوا فيه عدد من الوزارات. نعطي مثال بالنسبه للادويه البيطريه، المونوبول فيتيرينير بالنسبه للصيادله اللي في القرى، هذا المونوبول فيتيرينير كتدخل فيه اوسي بيان وزاره الفلاحه، وبيان سور بالنسبه للبيع العشوائي في الاسواق ديال هذوك الادويه البيطريه وداك الشيء خاص يكون تدخل ديال وزاره الداخليه. فيما يخص بار اكزومبل هوامش ربح الصيادله، ديكري دي بري، هاد اللي كنطالبوا حنا ان تكون اون ريمونيغاسيون سور لاكت، بحال اللي واقع في اوروبا. اليوم خرجت اوروبا كلها خرجت من هوامش الربح، ولا عندهم زياده على هامش الربح عندهم ريمونيغاسيون سور لاكت، لان بعد الاثمنه اللي كطيح ما يمكنش الصيدلي يبقى عايش غير بهامش الربح. وهذه اللي كنقولوا حنا في ذاك الرابور داير مشكل، ايزون كومباري لانكومبارابل، ان هذوك الناس عندهم هامش الربح زائده دي ريمينيراسيون سور لاكت، وقارنوها مع المغرب اللي فيه فقط لا مارج، وهنا وقع هذا الخطا الكبير في المقارنه زياده على اخطاء في لي كالكول. دونك اليوم ان هذاك الملف المطلبي وهذا بالتالي هذا الديكري دي بري يغلف دي مينيستير دي فينونس، اي بيان سور يا اوسي تدخل ديال لو مينيستير دي بيدجي باسكو هو اللي تابعين له لي كاس. دونك حنا عندنا واحد هذا الشيء يمكن له الملف المطلبي الصيدلي ما يمكن له تسهر عليه الا رئاسه الحكومه، لان فيه بوكو دي ديبارتمون مينيستيريال. دونك حنا كنطلبوا اليوم ان رئاسه الحكومه تفتح حوار مع التمثيليات النقابيه باش نوجدوا حل لهذه الازمه اللي كيعيشوها الصيادله في في في, في على ارض الواقع. ثانيا عندنا واحد المشاكل يوميه مع المواطنين، عندنا بضرر بحال دابا هاد لي ريبتور دو ميديكامون وهذا الشيء، وحنا ما عندناش حق استبدال. دونك خاصو يدارسوا معنا طريقه حق استبدال من الناحيه الاقتصاديه ديالو ومن الناحيه الفعليه. اليوم ملي تيكون صيدلي في الحراسه راه كيمكن يجيو لا ميم موليكول مي توجور لو ميم نون كوميرسيال، وكيتسالوا للسلطه وكيبقى واحد ما يقدش يبدلو، الوغ كو راه عنده 10 بوطات اخرين من علامه تجاريه اخرى اللي كتحتوي على نفس الماده. دونك هادو دوا دو سوبستيتيسيون اوجوردي اون اورجونس، اون اورجونس. بالنسبه للمواطنين حنا كنفهموا بان اغلاق الصيدليات وهذا الشيء تيوقع واحد الازعاج وهذاك، حنا نطلبوا منهم يتقبلوا، لان حنا راه بحال حنا وياهم بحال بحال اون دون لو ميم با، راه حنا اللي كنديروا لهم، حنا راه اقرب واحد للمواطن، حنا
حنا راه كنديروا لي كريدي في لي فارماسي ديالنا ونتساعدوا معاهم نقراو لهم الوراق حنا راه بحال اون فامي هذيك المواطنين. ولكن راه ملي كنشوفوا راسنا غادي نقارضوا وغادي نمشي وغادي للصيادلي اللي خاصه في المناطق النائيه راه كاين غير الصيدلي بوحده ما كاين لا سبيطار لا ديسبونسير لا حتى شي حاجه كاين غير الفارماسيان منو يجي يقرا لهم الورقه ديال الضوء ويقرا لهم اي حاجه. وبالتالي اليوم هذاك الصيدلي خاص المواطنين يفهموا بان راه هذا الي اون دونجي. حنا بالعكس حنا كنتمناو ان المواطنين يساندونا ويدعمونا ويتفهموا هذا الشيء اللي عايشينه حنا. وحنا بالعكس حنا راه اليوم شتي انت جيتي وشتي اليوم دايرين واحد سيلول دو كريز باش الا كان شي اورجونس ميديكال ولا شي دواء خاص مستعجل فعلا مستعجل باش حنا نمشيو نجيبوه ايميدياتمون للمواطن باش ما يكونش شي دوله شي دواء مستعجل ما يلقاوش. وثانيا درنا واحد الحمله تحسيسيه راك لاحظتوها هذه شهر حتى نقول للناس شريوا الدواء ديالكم على مسبقا شريوا الحليب مسبقا باش الناس ولله الحمد فعلا وقع تفاعل ديال المواطنين. لاحظنا بان الناس شرات الدواء ديالها والناس شرات الحليب ديال ولادها يعني فهموا تقبلوا هاد الاشكاليه. وبالعكس ملي كنجيو لافارماسي ديالنا وكنشوفوا كيدخل في المواطنين كيشوفوا اللافته ديال الاضراب غادي يسدوا وتيقول مالكم جاروا لكم حتى نتوما يعني فاهمين بان احنا راه حنا هادشي درناه لان مجبرين. نعم بالنسبه لك اخر سؤال اليوم كاين الاضراب واش كاين افق اخر نضالي ولا شنو كاين الحوار؟ فعلا القرارات ديال حنا في الفيدراليه باغ اكزومبل وبالتنسيق مع التمثيليات المركزيات النقابيه الاخرى عندنا قرار ديال الاغلاق ديال يومين متابعين. ومن بعد الاجتماع مع السيد وزير الصحه منين استقبلنا السيد وزير الصحه وعطيناه الملف النقاط ديال الملف المطلبي وتحدثنا مع المشاكل المهنه وقالنا بان زعما غنديروا دي سونس دو ترافاي باش نفعلوا هذا الملف المطلبي غادي نقروا مع كاين نقروا مع جميع التمثيليات المركزيه النقابيه الاخرى باش نعلقوا هاد الاضراب حتى نشوفوا ليفولوسيون دو دوسي ريفونديكاتيف. ولكن كنطلبوا باش رئاسه الحكومه تستدعي التمثيليات النقابيه باش نشوفوا هاد الملف المطلبي ديالنا ما يمكنش يحلوا وزير الصحه. وزير الصحه راه هو يطبق النقاط اللي عنده وان النقاط ديال وزارات اخرى ما هو ما عندوش السلطه عليها. وبالتالي حنا دابا وزاره الصحه دارت هاد الخطوه ايجابيه كنتمناو ان رئاسه الحكومه هي تفهم الموقف ديالنا وديروا واحد الخطوه ايجابيه. وحنا كنقولوا مره اخرى حنا في خدمه المواطنين وحنا بالعكس حنا ملي كنسدوا راه حنا كنضيعوا. حنا ماشي بحال شي اداره عموميه لا ستاف يجلس في دارو. حنا راه ملي كنضيعوا تخسروا الفلوس. دوك منين شي واحد يسد ويخسر الفلوس راه عارف راه فريمون مضرور.